السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف قناة مطبخ الشاب فاطمة زهرة. اليوم جيتكم بتحلية او لا تشيز كيك او لا تورتة ولا اروع باوريو بالكراميل، كتجي خطيرة. كلمة خطيرة قليلة في حقها. وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. بسم الله بسم الله، نبداو على بركة الله. اللي غادي نحتاج بالنسبة للطبقة الأولى ديال هاد التورتة أو هاد تشيز كيك، غادي نحتاج تقريبا واحد 17 القطعة، تقريبا واحد 6 ديال الباكيات ديال داك البيسكوي إيو، راه كيدير درهم وحدة. تقريبا نحتاج منه 6 ديال الباكيات، عطاوني تقريبا شي 16 قطعة، هي كل باكية كتكون فيها 3، يعني تقريبا بحال هكا. وغادي نحتاج الزبدة اللي تكون دايبة وشوية دافية، وغادي نحتاج البيسكوي. انا خديت غير هيرنيس عادي، واحد الكمية اللي بغيتو، يعني ما غاديش نحدد لكم الكمية صافي. وغادي نحتاج المول دائري، انا ما عندي شي شوية بدا كيتقشر داكشي علاش لبستو هاد البابي، تقدروا نتوما ما ديروا فيه حتى شي حاجة، تخليوه عادي. دابا غنطحن هاك هيو، تقدروا ديروه كله اسود او اللي تقدروا ديروه كله ابيض، يعني على حسب نتوما اللي بغيتو. غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل هذيك الكميه كامله. كما كتشوفوا معايا غادي نكمل بحال هكا ونرجع لكم بالتتمة. ها هو دابا طحنت هذا، دابا غادي هاد البيض هذا غنحاولوا يعني ما نطحنوش مزيان، غير غادي نهرمشو واحد الشويه فقط كما تشوفوا معايا. واحد تقريبا بحال هكا، خليت شو شويه طريفات، ودوك الطريفات اللي بقاو كبار غادي نهرسهم غير بيديا بحال هكا صافي، باش يبقى باين وباش يبقى في الماكله تحسي بشي حاجه، يعني باقا مقرمشه كتاكليها صافي. صافي دابا غادي نحاول نخلطهم. شوف اللون كيفاش كيجي، صافي نبدا نخلط بالزبدة. تقدروا الناس بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش الزبدة يقدروا يديروه بأي ديسير، يعني دانيت شوكولا ولا كراميل او يعني اللي متوفر، او لا شوكولا ديال الدهن، يعني اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه. تقريبا انا راه كيف ما شفتوا معايا تقريبا راه كاس لا ربع دوب ديال الزبده، وانا راه عيني ميزان. صافي بارك عليه. غادي نلبسو دابا المول، طيب المول اللي درت انا هنايا فيه شي 26 سنتيمتر، تقدروا ديرو كبر اولا تقدروا ديرو صغر، دائما على حسب افراد العائله. وتقدروا تزيدوا البيسكوي، يعني ما تبقاوش منحاصرين في هذه الكميه اللي عطيتكم، على حسب العائله ديالكم. غنبقى معاه بحال هكا شويه شويه حتى نلبسو المول كامل.
كيبغي شويه الفطر نتبتوه مزيان. ها هي دابا من بعد ما لبستها المول كامل، دابا غندخلها للثلاجه باش ننتقل للحشوه الثانيه اولا الكريمه. دابا نديرها في الثلاجه تبرد من بعد ما قبل تنعتذر نديرها في الثلاجه تبرد، وعاد باش ننتقل نصيب الكريمه ديالها من بعد ما تكون الكريمه وجدات، تكون هي حتى هي بردات وشدات في راسها مزيان. ودابا انتقلنا للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غادي نحتاج فيها نص لتر ديال الحليب، غادي نحتاج واحد جوج ديال الفلان كراميل، هذا ديال 30 ريال غنحتاج فيها جوج، غادي نحتاج فيها واحد القطعه ديال بديل الشوكولا بيضاء تقريبا ما يعادل تقريبا واحد 100 غرام. وإلا ما كانش عندكم هذا الشكلاط هذا تقدروا ديروا داك المربعات صغيره تقريبا ما تفوتوش واحد 12 اولا 13 قطعه فقط ما تزيدوش عليها. نديروا بعدا الحليب يفيض مع الشكلاط ومع الفلو، عاد باش ننتقلوا للمرحله الثانيه ديالها. ما غاديش ندير السكر لان نتوما عارفين. وي دابا الحليب غادي ندير هاد جوج ديال هاد الساشيات ديال الفلون. تقدروا هنايا الى كل واحد يدير النكهه اللي هو كيبغي واللي هو كيفضل، يعني انا كيعجبني الكراميل داكشي اللي درت الكراميل. تقدروا ديروا بالبنان، تقدروا ديروا بالفريز، تقدروا ديروا بالشوكولا، يعني كل واحد يدير داكشي اللي كيبغي هو واللي كيبغي وليداتو. نحركو بعدا صافي، وندير هذيك القطعه هنا ما تخافوش منها تحرق لان نتوما عارفين الفلو ماشي بالساهل كيتحرق، غير حنا خاصنا نبقاو المره الاولى نحركو بشويه ما نغفلوش عليها حتى يبدا نحسو بالشكلاط داب. اون فوا نحسو بالشكلاط داب صافي نبقاو نحركو ما نتوقفوش على التحراك، لانه هو ماشي بحال كريم باتيسير اولا بحال مايزينا دغيا كيتحرق، هو شويه بشويه يعني صراحه مرتاح في الخدمه ديالته. دابا غادي نديرو فوق من البوطه من بعد ما يذوب ليا الشكلاط ونحس به غلا وننتقل معكم للمرحله المواليه. المرحله المواليه اللي غادي نحتاج فيها تقريبا 12 قطعه ديال البسكوي، هذا خديت انا غير هيرنيس عادي 12 تقريبا 5 ديال القطع ديال الجبن كيري مربع، واحد جوج المعالق كبار ديال النيدو، وواحد دانون طبيعي صافي. هذا الشيء اللي غادي نحتاج لهاد الكمالات ديال هاد الكريمه هذه. نديرها دابا تغلى، من بعد ما تغلى ونكملوا ان شاء الله. ها هو دابا من بعد ما غلى غادي نخويه في الكاس ديال المونينكس، ولكن ضروري نخدمه بسرعه. نلوح عليه دوك 12 قطعه ديال البسكويت اللي قلت لكم، غادي ندير هاد الخمسه ديال القطع ديال الكيري. صراحة كتجي فيها واحد البنة صراحة خطيرة خطيرة. يعني علاش حنا كنسرعو؟ لأنكم نتوما عارفين الفلون، وحنا درنا جوج ديال الباكيات في السيترو ديال الحليب، يعني دغيا غادي يجمد وغادي يشد في راسو. غادي ندير جوج المعالق ديال النيدو، وغادي ندير دانون طبيعي، لا ما عندكمش دانون طبيعي تقدروا ديروا كريمه كريم فريش شي كاس، ولكن بدانون كيجي رائع. غادي نطحن مزيان،
هو من بعد دابا ما طحنشو مزيان صافي غادي نخويه. نحاول ندير واحد المعلقه ونخوي عليها باش ما تحفرش ليا. دابا غادي نخليها هنا على ما تشد في راسها واحد شي شويه وننتقل للمرحله الاخيره التزيين ديالها. غير تشد في راسها يعني ماشي تتجمد ولا شي حاجه، غير مجرد تشد في راسها نقيسوها نحسوا بها ما كتلصقش في يدينا يعني صافي راه بدات كتشد في راسها. نمشيو ننتقلوا للمرحله الاخيره. دابا من بعد ما حطيتها على جنب باش شويه تبرد غادي ننتقل للمرحله كما قلت لكم الاخيره. غادي ندير تقريبا كاس مع مرش ديال الماء تقريبا كاس لارو. غادي نزيد عليه فلون كراميل كبيره اللي فيها السكر ديالها. غادي نزيد عليها تقريبا واحد ربع ولا نص معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. نزيدها شويه صافي. وغادي نديرها فوق من البوطه غير حتى هي تغلى ونحطها دفا واحد شويه عاش نخويها على الكريمه ديالنا. ما يمكنش نخويها على سخونه لان الا خويتها عليها وهي سخونه غادي تطلع لينا الكريمه الفوق وغادي تخسر المنظر ديالها. غادي نخليها تغلى ونخليها تدفى واحد شي شويه تقريبا الجهد اللي نقدروا نخشيو صبعنا وما يحرقناش يعني هذاك تيكون شويه دافي. نديرها فوق من البوطه ونرجع لكم. ها هو دابا من بعد ما غلى انا حطيته على جنب وغنمشي نجيب التورته ديالي نكملها على ما يدفى هو. الزين ديالها بديت غير اوريو صافي. غنبدا هكا نحلو من الجنب. بغيتو تحيدو ليه هاد الشوكولا حيدوها، ما بغيتوش خليوها انا غنحيدها صافي. وغادي نبقى نحطو بحال هكا على حسب الكمية اللي عندي. انا خديت غير باكية وحدة ومتوفراش عندي كتر شوية قد تساعدني. صافي نكمل نبقى بحال هكا حتى نزوق الوجه ديالها. هيا من بعد ما زينتها دابا بأوريو هيا كيما قلت لكم انا خشيت صبعي ما حرقنيش يعني دفى شويه. واخا كنكون بدا نهزو بالمعلقه وحنا كنخويو ما نجيوش نخويو الدقه، كنخوي على دوك الحبات ديال الاوريو. هكا ملي كتخوي على الحبات ديال الاوريو ما كتحفرش لك. صافي ودابا غنديرها تبرد. دابا ندخلها للثلاجه تبرد. تقريبا هي ما كتاخذش معنا شي وقت كثير باش تبرد، تقريبا واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع بالكثير يعني هذا هو الوقت اللي كتاخذ. الا كانت حسيتوا بها مايله حاولوا تقادوا ليها الميل شي شويه بشي معلقه ولا بشي حاجه
باش تجيكم الوجه ديالها متوازن وجميل، ما يكونش واحد الميل لواحد الجهه. دابا غادي نحطها تبرد ونوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وهي من بعد ما بردات مزيان شدات في راسها، ها هي دغيا دي موليتها، ما كت يعني ما فيهاش شي صعوبه. صافي دابا غنقدمها بارده وبالصحه والراحه. لهنا استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله. الى اللقاء.